خلال الشهر المقبل سيتوجه المصريين إلى مراكز الاقتراع لأول مرة في عام 2014 علشان يقولوا رأيهم في مشروع الدستور. التعديلات اللي أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012 جرت في 247 مادة. طبعا وجهت لهذه المسودة، أو خلينا نقول بقى وجه لهذا المشروع، بعض الانتقادات خاصة في مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووجهت إليه بعض الانتقادات أيضا في باب الإدارة المحلية، لأن المحافظين في هذا الدستور لن يتم انتخابهم ولكن سيتم تعيينهم. ولكن أيضا على النحو الآخر هناك العديد من النقاط الإيجابية في هذا الدستور. هناك تحديد لأول مرة لميزانية الصحة ما ينفعش تنزل عن رقم معين، والتعليم الجامعي، وأيضا البحث العلمي. هذا الدستور كما وصفه نائب رئيس الحكومة المصرية هو دستور مفصل. هل ده ميزة ولا عيب؟ اسمحوا لي أرحب بضيوفي مرة تانية في الاستوديو، دكتور صفوة البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أهلا وسهلا يا دكتور بيك. ودكتور صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري في جامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء القانونيين العشرة. أهلا بسيادتك. أهلا بيك يا دكتور صلاح. خليني أسأل حضرتك على فرق موجود في مشروع الدستور ده، فرق يبان للناس كلها أنه هو أفعال بسيطة، ولكن في هذا المشروع استخدمته دايما كلمة تلتزم بدل كلمة تكفل، إيه الفرق؟ وهناك فرق بين هذه العبارة والتالية بل أيضا الفارق يبدو جليا بين هذه العبارة وأخر يحسبها القارئ أنها من قبيل المترادفات، مثل تحرس الدولة وترعى الدولة وتعمل الدولة على وما إلى ذلك. المهم في كلمة تلتزم أن هذا التزام دستوري ملقي على عاتق الدولة، وبالترتيب على هذا الالتزام الدستوري إذا الدولة لم تنفذه ستكون مسؤولة، ويمكن إلزامها بذلك سواء عن طريق القضاء أو عن طريق المطالبات في البرلمان وما إلى ذلك. أما ترعى الدولة وتحرس الدولة وتعمل على الدولة أنها تبذل خسارة جهدها، فهذا التزام منها نسميه كذلك في لغة القانون ببذل عناية. أما تلتزم فهو التزام بتحقيق نتيجة. ينفع أدي للسادة المشاهدين مثال؟ يعني عندنا مثلا في المادة 11 المادة دي بتكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، في جزء من هذه المادة بيقول تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. يعني إيه دكتور صلاح؟ يعني لو الدولة لم تحمي المرأة ضد العنف اللي بيحصل في الشارع على سبيل المثال أو في المواصلات العامة، تتصرف المرأة إزاي في مصر؟ تكون مسؤولة الدولة عن أنها تعوض هذه المرأة التي تعرضت لعنف، هتكون مسؤولة عن ضرورة كفالة كل أوجه الحماية لهذه المرأة وبأشكالها المتعددة، يعني بدءا من الإجراءات المادية الحمائية انتهاءا بالتعويض لجبر الأضرار. أدي كلمة تلتزم الدولة، فهذا أمر متقدم للغاية. أنا عايز برضو المشاهد الكريم علي بيه يدرك حقيقة مهمة جدا، إن هذا المشروع يتميز بأنه كثرت فيه الالتزامات الملقية على عاتق الدولة. لذلك أنا أحيانا لما قريته كده بعد ما خلص يعني أشفق على الدولة إنها عليها كم من الالتزامات مهولة يتوجب عليها تحقيقها، وفي ذات الوقت هذه الكمية من الالتزامات أحسب أنها غير موجودة في معظم دساتير العالم. صحيح. مقارنة بكل دساتير يعني العالم. دي نقطة إيجابية هنا ولا سلبية؟ يقينا هذه نقطة إيجابية، ولذلك أنا بقول الله يكون في عون الدولة في المرحلة القادمة. الدولة ستكون في المرحلة القادمة دولة خادمة لمواطنيها، حريصة على مصالح أبنائها. طيب دكتور صفوة، حضرتك كنت عضوا في لجنة كتابة الدستور 2012 وعضو في إعداد هذا المشروع للدستور، إيه الفلسفة من أن أنتوا في مشروع دستور 2013 صممتوا على استخدام تلتزم؟ يعني أنا وأنا بحصر الالتزامات اللي الدولة واشفق عليها 38 مرة ذكرت على قدر ما فحصت تلتزم الدولة، التزام على الدولة. يعني أنا بقول أنه الله يكون بعون اللي هيجي يشيل المسؤولية سواء رئيس جمهورية أو رئيس وزارة، واللي مش هيقدر هيقول لهم يا جماعة أنا عفوني، لأنه هيجي
كل واحد يمسك في رئيس الوزراء ورئيس الحكومه يقول له في الالتزام، انت ما عملتش التزاماتك الدستوريه، ده انا محدد لك نسب، ده انا محدد لك التزام لصالح المراه. التزام يعني الماده ال 11 زي ما سياده الاستشاره اتكلم، يعني التزام امتيازات للمراه لم تحدث، لم تحدث هذه الامتيازات، يعني ان المراه في جميع الوظائف، طالت الوظائف والقضاء، طالت الوظائف والقضاء ووظائف الاداره العليا يعني طبعا، يعني اخذت مكان. وبرضه العنف ضد المراه اصبح مجرم، مجرم يعني مجرم. عدم المساواه برضه يعني كان فيه راي بيقول لا عايزين نضيف بما لا يخالف الشريعه، طب محطوطه في الماده 2 خلاص المبدا الاساسي، كان حد عايز ماده 11 بيقول بما لا يخالف الشريعه. ليه يا دكتور صفوت المره دي هناك حرص على ان تكون الدوله ملزمه بخدمه المواطن مش شبه دستور 2012؟ اعتقد انه التشكيل اللجنه زي ما سياده المشرف بيتكلم فيه اطياف المجتمع كله، فيها من اليسار لليمين، فيها عدد كبير اتجاههم اتجاه لصالح المجتمع. يعني بعضهم كان يقاتل لأجل الفقير، ازاي معاش لكل انسان، ازاي الفلاح العامل، الفلاح اللي ما عندوش ارض عامل يومية، اللي بيشتغل بأجر يومي لازم يتعامل له معاش، العلاج الطبي وعلى مستوى عالي ويتحدد له نسبة، النسبة اللي اتحددت اكثر من ضعف الرقم الحالي. اذا ما حققتش العلاج والتعليم الجيد، كون ان نرفع نسبة التعليم الإجباري أو الإلزامي إلى المرحلة الثانوية، لأنه التعليم تدهور، إن المناهج لابد أن تغطي كل الحقبات التاريخية في مصر، ما تهملش حقبة من تاريخ مصر. تشكيل اللجنة خلى أعضائها هم اللي يحرصوا على إن هم يدفعوا يعني الدولة لمزيد من الالتزامات لخدمة المواطن. يعني أثق إنه كان غالبية، ما كانش كل الأعضاء بينظروا إلى الفقير والمهمش والطفل، لدرجة إنه كان لنا اجتماع مع الأقزام أطفال الرجال الصغيرين القصيرين، أيوة. وهم قالوا أن احنا يعني يجب ضمهم لذوي الإعاقة، لا يعيبنا أن تطلق علينا قزم، لأنه هكذا نحن أقزام. فدخلت في الدستور حماية الأقزام ذوي الإعاقة والأقزام، أن لهم حق ولهم حق في التمثيل النيابي سواء في المجتمعات القروية والمدنية لازم يكون لهم وجود. أعتقد أنه اللجنة يعني ما فيش كمال زي ما أقول لربنا، بس لكن الفكرة فيها أنه تجردت اللجنة كمان من الخصوصية، مش كل واحد عايز حتة، مش كل واحد ليه اتجاه جاي يطبقه في يعني. بس كان في ضغوطات خارجية عليكم من نقابات، من هيئات معينة عايزة تحصل على صياغة معينة في الدستور، هو ضغط منها وإضاءة لينا كمان، لأن لازم ناخد الناحيتين. يعني الكم الكبير من المطالبات فتحت عينينا على مستويات في الناس، يعني كل إنسان له حق أن يكون يعني متميز ويعطى حقه في هذا الدستور. طيب خلينا مع حقوق المواطن، وحقوق المواطن هي أهم شيء في هذا الدستور. المادة 18 على سبيل المثال جاءت مفصلة، يعني احنا متعودين ان مواد الدستور ما بيجيش فيها تحديد رقمي لميزانية الصحة على سبيل المثال في الميزانية العامة. المادة 18 بتقول تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. أنا بقرأ النصف الأسفل من المادة اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة. صياغة قانونية دكتور صلاح، هل من المعتاد في دساتير العالم أن يتم النص على نسب معينة للإنفاق العام جوه الدستور؟ أنا بس استأذنك علي بيه قبل ما أبدأ في الإجابة على السؤال المتميز ده، أنا أشير إلى حاجة مهمة جدا حتى لا يحدث لبسا. تفضل. قضية التزام الدولة، التزام الدولة ده ليس معناها أن فلسفة صناعة هذا الدستور كانت تتجه إلى الدولة المتدخلة في كل شيء، يعني بمعنى آخر دولة رب العائلة لا ما كانتش موجودة، ولكن معناها بطريق آخر أن دولة المنحة فوق الليبرالي اللي هي تترك كل شيء لآليات السوق لا مش موجودة، إنما هي دولة تراعي بين فكرة النظام العام بمكوناته كلها وتحقيقه وتراعي بين آليات السوق. فإذا دولة تنتقد وتستهجن فكرة
دولة رب العائلة ودولة المنحة فوق الليبرالي حتى لا يفسروا ما قبل. يعني هي مش دولة متداخلة جدا في حياة الناس، ولكنها دولة تقوم بالتزامات اجتماعية تجاه المواطن. التزامات اجتماعية لذلك ذا البعد اجتماعي. ارتد مباشرة لسؤال سيادتك، طبيعي ما فيش دساتير في العالم بتتناول النسب. النسب دي بتترك لان ده مسألة تتعلق بفنيات اعداد الموازنة. فنيات اعداد الموازنة تترك البرلمان، البرلمان هو اللي يعد الموازنة. انما لذلك بدايه هذه الفكره جت ازاي؟ احنا في لجنه الخبراء كنا حابين ان الدوله تهتم بالصحه والتعليم والاسكان والبحث العلمي. مظبوط. بالدرجه الاولى اخذا في الاعتبار دراسه عالميه مقارنه اليو ان دي بي في الامم المتحده كان عمل دراسه عبر العالم وقال، وهذه الدراسه احنا قدمناها للجنه، قال ان نسبه الانفاق على الصحه والتعليم والإسكان عبر العالم لا تتجاوز 16% حتى مقارنة بالإنفاق العسكري عبر العالم. فكان لابد من الاهتمام بهذا البعد لأن ده بعد اجتماعي. فكان النص المقترح من قبل لجنة الخبراء أن تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة. الموازنة العامة علي بيه موازنة رقمية، يعني احنا عندنا مثلا الموازنة العامة 2 تريليون 3 إلى آخره، فنقول له خصص نسبة كافية وهكذا. لجنة الخمسين أنا في تصوري أنها اتجهت بالأمل إلى مدى بعيد، فأبعدت عن نفسها الموازنة واقتربت من الناتج الإجمالي. الناتج الإجمالي ده في نقطة مهمة جدا فيه، الناتج الإجمالي مش هو الحكومي فقط، ده الحكومي والخاص. الناتج الإجمالي قد يصعب حصره، دي الاعتبارات اللي خلتنا نبقى بعيد عنها. ولذلك أنا في تصوري أن لو إحنا بنتكلم على 2 تريليون ناتج إجمالي يبقى إحنا عايزين 700 مليار، يعني عايزين تلت الميزانية وأحسن، وأن ذلك قد يصطدم بعقبات عملية. لذلك هم وضعوا النص الانتقالي. أنا شايف أن ده نص من النصوص الحالمة التي تتطلع إلى المستقبل، ربنا يسهل ويتحقق. إنما لم يجري العمل على إدراج هذه النسب في الدساتير، إنما ذلك ليس سوءا وهذا ليس بعيب إطلاقا. إذا كان في بعض التفصيلات التي وردت في هذه الوثيقة مش من المعتاد إنها تكون في الدساتير، ده لا يعيبها. طيب احنا ما زلنا مكملين الحديث على المواد في هذا الدستور، تكلمنا عن بعض المميزات، هنستمر في سرد بعض مميزات الدستور، وهنعرج ايضا على بعض الانتقادات التي وجهت الى هذه المسودة. ولكن ضيوفنا بيقولوا ان هذه المسودة او هذا المشروع الدستوري يعني زي ما بيقولوا كده يحط الدولة قدام التزاماتها، هي دولة لا تتدخل في حياة المواطنين ولكنها تلتزم بتقديم الخدمات للمواطنين. هنخرج إلى فاصل قصير، نرجع بعديه علشان نكمل قراءتنا في مشروع دستور 2014.